متابعين معكم بحلقة بصراحة لليوم. رح ننتقل مباشرة لعند ضيفي لأنه مضطر يفرقنا على الساعة 2. هلأ هو رح يقلنا شو عنده على 2، انت مستعجل هالقد. أهلا وسهلا فيك معنا اليوم ببرنامج بصراحة وفيم أف أم، رئيس الأغنية اللبنانية ملحم زين. الله يخليك مساء النور. شو عندك على 2؟ عندي الكلاسيكو. هلا الكلاسيكو اهم من الجمهور يلي ناطر ليسمع اليوم المقابله. معي ناس وهيك والامور كثير مضغوطه يعني. مين بتشجع مع علينا؟ انا ريال مدريد. برافو، زقف له زقف له من عندك. لا انا هلا بدي اقوم، انا بدي زقف لك. ها انا كثير انبسطت، حبيت ملحم. انا معروف ريال مدريد اصلا. خير يعني. انت بعرف انت ويارا، بدي اوجه لك كمان تحيه لميري كريسماس، انتوا بوج بعض عكس بعض دايما بتتحدوا بعض. ايه يارا برشلونه. صحيح برشلونه متعصبه يعني، مش برشلونه عادي. مع اوبشن. ملحم زين اهلا وسهلا فيك معنا اليوم بحلقه ميلاديه خاصه. كتار استغربوا ليش ضيف ملحم زين بهيدي الحلقه الميلاديه، كتير كان غريب الموضوع. انا ما حبيت افصح عن هيدا الشيء ابدا قبل ما تكون حضرتك ضيفي على الهواء. اول شيء بدي اقول لك انت ضيف عزيز. اول شيء اللي استغربوا ليه بدهم يستغربوا هلا بقول لك ليش بعد شوي، بس نفتح الموضوع بالتفصيل. الميلاد يعني إيه؟ يعني لي عيد الميلاد شو. صحيح صحيح. ملحم طبعا انت دايما مالق الدنيا وشاغل الناس. مؤخرا فيني اقول انه سنه 2017 كانت سنتك بامتياز، نجاحات متتاليه، ابداعات، تفوق، حفلات سولد اوت ومكتمله كل الوقت بلبنان وبرات لبنان، نجوميه مطلقه. الالبوم اجى كفى على هيدا النجاح وتوجه اذا بدك بالاخر. الله يخلي ليك. الحمد لله رب العالمين، هذا بمحبه الناس وقدرنا نختار أغاني حلوة. نعم. المهرجانات يعني كان صيفية فعلا عامرة، يعني كان صيفية مش عادية أبدا. بسم الله. بالنسبة لي أنا يعني بقى إن شاء الله هالصيفية الجاية كمان تكون مثلها يعني. إن شاء الله يا رب. أنت من هلأ فيك تعرف إذا مثلها أو لا. بسم الله. هلأ بلش من هلأ يتصلوا على المهرجانات. ما هيك مش بس هيك، على رأس السنة كل النجوم الصف الأول عندهم حفلة، حضرتك عندك حفلتين يعني. هيك بتعرف يعني هيدا روبير، يعني مش حفلة، حفلتين، واحدة بفينيسيا. نعم بمعوائل كفوري بفينيسيا. دائما بسكون أنا وائل، بيكون في أريحية بالحفلة، بيكون في كيمياء حلوة ومحبة. نعم. بيكون في هيك يعني على المسرح بيبقى أنا بحس بحس انه في حدا بيغني انا وياه بالحفله، بقى بتحسي انه بقى عم تعطي اكثر وهو بحس انه عم يعطي اكثر، والحفله بتكون رائعه. بقى راس السنه بالفينيسيا راح تكون من احلى الحفلات ان شاء الله. انت راح تفتتح بفينيسيا وتكمل بالكازينو، هيك بنفهم منك؟ هيك على الارجح هيك. نعم. فينيسيا كازينو. كازينو مع طبعا مع النجم الذهبي نوال الزغبي. الذهبي نوال. نعم. كمان وجهه تحيه كمان في معزي وفي محبه، ومع الاخ والصديق جيمان سيان، كمان اخ وصديق وفنان نعتز فيه. ان شاء الله يكونوا حفلتين هيك يكونوا فعلا مثل ما نحن متوقعينهم ويولعوا الدنيا يا رب. نعم. بدي اول شيء اقول لك يعني اغنيه الجرح اللي بعده يلي انت بتعرف انه هي اغنيتي بالالبوم، اغنيتي لانه انت مغنى فيها بشكل يعني فظيع. شو اول شيء قلت لك اياه لما سمعت الغنيه؟ قلت لك انت بشكل اجرامي. قلت لك انت مجرم غنى بهيدي الاغنيه ملحم زين، مع انك ما بتغنيها بكل مهرجاناتك، بتعتبرها اغنيه نخبويه. هي غنيه كيف بدي اقول لك يعني غنيه، يعني فيها مغنى بطريقه مخيفه، وبلال بدع فيها توزيع ولحن، ومنير كمان كتب من قلبه وانا غنيت من قلبي لانه فعلا غنيه حلوه. صحيح. بالضبط نخبويه، منا غنيه يعني، منا علاوه، منا غبيه شمس، منا بدي حبك، منا عرفتي. نعم نعم. غنيه إلها حالي معين. صحيح. تحيه لمنير ابو عساف. طبعا طبعا. ملحم انت يعني عم تتباهى كانه مؤخرا بصداقتك بوائل كفوري كانكم عاملين ثنائي، بس هالثنائيه ما كتير عاجبه باقي الفنانين، او ما يمكن منا كتير راضيه هالاتحاد اللي بيناتكم، لانكم انتم اثنين كبار فنيا وقيمة يعني. طبعا بس خليني اسالك سؤال، هل خسرت؟ نعم تفضل. لهالقد مزعوج يعني؟ لكن احنا وجباتنا وائل محب، وجباتنا نحن بهاي المصلحه نكون محبين لبعضنا مثل كل العالم العربي. طلع على الخليج
شوفي كيف بيتعاملوا مع بعضهم، شوفي كيف حسين الجسم بتحط كورال لراشد الماجد، شوفي كيف حسين اذا لا طلع مع لحن حلو بيعطيه لفلان، او راشد بيجيب ولد صغير بيعمل معه ديو بيطلعه بيبينه. تمام، هاي المحبه للاسف الشديد عندنا بهذا البلد مفقوده، يعني لذلك بيستهجنوا وبيستعجبوا وبيستغربوا انه بتشوفوا مثلا والله اثنين فنانين مثلا موجودين على الساحه، تمام، وعندهم مهرجاناتهم الكبيره وعندهم ممكن ياخذوا من طريق بعضهم مهرجانات معينه، تمام، وبنفس الوقت اصحابي بيستغربوا. نعم انا ما بفهم ليه بده يكون مستغربين، يعني انه او متضايقين من هذا من هاي الكيمياء اللي راكبه بمحل معين، ما عم بفهم ليش. ملحم زين، تسمح لي اسالك هذا السؤال، هل انت خسرت عاصي الحلاني لتربح وائل كفوري لما صرحت على التلفزيون وقلت انه وائل هو نجم المهرجانات الاول بالصيف؟ لا والله وحياه اولادي، لا بالعكس، ذاكر يعني عاصي صرح قال ملحم اخ، وانا بعتبر عاصي اخ، وانا ما كان في شيء مقصود ابدا انه والله انا عم بخسر عاصي لارضي وائل، وانا منيش من هالنوعيه. نعم انا معروف عني من انا مش مني هالمرائي اللي برائي هون وهون، عرفت يعني، مني هالواحد انه بلا برضي هون لزعل هون زعل هون لارضي هون، منيش هيك ابدا، يعني مني ملون ولاني مرائي، انا بحكي الامور مثل ما هي، ما حدا عم يجيب لي طحنه ولا حدا عم يبعث لي اخر الشهر ظرف مسكر. انا اللي قلت بوقتها هذيك السنه اللي انا حكيت فيها انه كان في مهرجانات كانت الامور يعني موجود وشي واضحة تقريبا، هذيك السنة عم بحكي حصلا. نعم نعم. اللي أنا قلته لا يعني إنه والله عاصي الحناني مش نجم مهرجانات أو عاصي الحناني مش نجم أبدا. نعم. يعني الأمور راحت لمحل مش حلو بالوقت اللي أنا ما قصدت فيه أبدا، لأنه هني بالحلقة بمنا وجر. نعم. حكينا عن حفلتي أنا ووائل وعن تحس على التيكت وبا با 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 سحبوني. ما تذكرت يعني هون زعل عاصي. انت ما تذكرت، بس انا بدي صحح معلومه انه انت كنت قايل انه حفلتك معه براس السنه اللي قبلها كانت من انجح الحفلات، كمان اعطيته حق يعني بهذا الموضوع. هيدي شغله، وشغله ثانيه يعني انا بعرف وقتها مريض تبعتت شيء. اول شيء انا زعلت ما كان لازم تفوت مريضته بهذا النقاش نهائيا، هيدي شغله تمام، يعني مريضته ما فيها ترد علي انا. فهمت علي؟ طب انه انا هيدي النقطة شوي بركي هي صبية ودم فار، لأنه هيدا بيا بالنهاية يرد بيا كان بهداك الوقت، عم بحكي أنا هلا الموضوع خلص راح تمام، بس يعني كان بهداك الوقت يرد بيا كان أفضل إنه هي ترد وتفوت بمهاترات أنا ما بقبلش هي تفوت فيها، ولا أنا وأنا بقبل إني فوت مع مريتها بمهاترة، لذلك القصة خلصت بأرضها وكثر فيها شوية بلبلة بالصحافة. نعم. وهذا اللي صار يعني، بس مش أكثر من الأرض. وأنا أعطيت رأيي بوقتها. نعم. يمكن ما كان لازم أعطي رأيي بهالصراحة هيدي، ما بعرف. ليك انا بحترم رايك وبحترم صراحتك دايما طبعا ملحم زين، وحتى عاصي الحلاني فنان قلبه كبير، وانا بعرف انه مفروض حسب معلوماتي مفروض تكونوا بتحبوا بعضكم وبتحترموا بعضكم كثير. اليوم نحن في عشرة انا وياه طويله عريضه. نعم. سنين فيت بيتي وفيت بيته، يعني خلينا نحكي الامور، عاصي اخ وقال صرح قال ملحم خيي، وانا بعتبره فعلا اخ عزيز، ومحبتي لوائل لا تتناقض ابدا مع علاقتي بعاصي مع محبتي لعاصي، ما انه علاقه بعض. نعم نهائيا. هل ببادرك وائل كفوري نفس الشيء؟ يعني ما كتير بسمع بمطارح بصرح او بيعترف بمحبته ل ملحم زين. ما بيطلع اصلا ما بيطلع يعني الواحد ما بيستفيد منه معنويا بشيء لوائل كفوري. ايه مستحيل يكون على الصعيد الشخصي، نسيت انه انا بحبه كفنان ريبرتوار حلو ومشوار حلو ولسان دافي وما بيحكي على حدا، اوكي ممكن يحكي على حدا ببيته حر، بس اللهم لا نعلم من ظاهره الا خيرا. صحيح تمام؟ صحيح آه لو ما في مبادله محبه اكيد انا ما بفضل صرح انه انا وائل بحبه بحب مشواره بحب، العكس صحيح اكيد، وانا معجب بصوته ومعجب بصوتي وهكذا يعني. بينت المحبة بحلقة أراب آيدل لما كنت حضرتك ضيف، يعني بينت المحبة واضحة. نعم كتير، بس ما خليك تغني قد ما كان مبسوط. لا بالعكس. ملحم زين، سألتني بأول، تفضل. غنى وأنا غنيت. لا سألتني بأول حلقة ليش استغربت أنك أنت يعني معني بعيد الميلاد، استغربت لأنه حتى بالإعلان على التلفزيون الام تي في بحلقة الميلاد ملحم زين عم برتل ثلاث ترتيل مع تانيا أسيس والبقيين، وترتيلة لإلك لوحدك،
ما خفت من هذا الموضوع ملحم زين، خاصة بموضوع يعني له علاقة ببيئتك بمجتمعك؟ ابن شمستار عم بيرتل ده ليسوع سؤال شو المسيح. بيأثر؟ مش مستار بيرتل طبعا، مش بيرتل. نعم، لكن بتعرف ليش عم المسيح، بسألك؟ انتوا بتعتبروا انه المسيح هو المسيحية فقط يعني؟ لا طبعا لا، المسيح للبشرية، المسيح النظم اللي حطها المسيح للحياة بعد لليوم. يعني إذا بتطلع بالوصايا العشر، تمام؟ بتلاقي إنه كلها أخلاقيات. لا تشتهي امرأة غيرك، لا تزني، صح، لا تسرق. صحيح مظبوط، كلها مظبوط أخلاقيات. صحيح. بالوقت اللي عم يدعي هالقد المسيح عليه السلام الأخلاقيات، إجا محمد عليه الصلاة والسلام بيقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. تمام؟ يعني أنا بيقول إنه كل بعثتي وكل نبوتي أنا لأتمم مكارم الأخلاق عند الناس. بالتالي هذا الرابط بين المسيح وبين محمد عليه الصلاة والسلام بما يخص الأخلاقيات وبما يخص ممشى الحياة. المسيح بيعني لي كثير. المسيح منه عادي أبدا. يعني بالنسبة إلي المسيح شغلة عظيمة جدا من ناحية كل شيء، من يوم ولادته إلى حين أن طلع عند ربنا. هذا كله أنا برأيي الشخصي المسيح شخصية منه عادية أبدا، غير معالم البشرية كلها إذا بدك. نعم، بما انك معنا اليوم ملحم زين، انا عرفت انه انت بالام تي في مرتل شيء، مبلش ب اول شيء مبلش بطلع البدر عليا، بعتقد مكفى بالقدوس اللي رتلها وديع الصافي. طلع البدر علي. كيف عاملهم يعني، كيف عاملهم ميكستشر مع بعضهم؟ انا ما راح اخليك يعني اليوم تفلت مني، كل مستمعي فيم افهام ولبنان كله ناطر ليشوف ليش ملحم زين ضيف بعيد الميلاد كرمال هيدا السبب اليوم. تفضل. أول شيء بدي عايد كل حبايبنا المسيحية. ليك أنا معروف عني بمحبتي. أول شيء بحب معشر، لو حكينا شوي، معلش لو حكينا شوي معلش معلش، هيك أنت مسموح واقفين. تحكي، تفضل. أنا بحب معشر المسيحية، بحب لطافتهم، بحب، وهذا كمان لا يتعارض إنه أنا بحب المعشر المسلمين، لا. بس بما إني أنا مسلم عم بحكي عن الطرف الآخر. بحب السمحة اللي عندهم، بحب اللطف، الطريقة، التعاطي. بحب، أنا من الناس اللي بحب كثير، وأنا بعتبره المسيحي خيي. تمام؟ الناس صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. تمام؟ يعني يا نعم خيي بالدين يا نظيري بالخلق وبالخلق وبالأخلاق وبالتعامل وبالمحبة اللي ممكن أحبه إياها وممكن يحبني إياها. بالتالي أنا هيك بتعاطى مع الأمور. الحمد لله ربينا بهذا الشكل وراح نضل بهذا الشكل، رح ربي أولادي على هذا الأساس. شو حلو. تمام؟ إنه الناس كلها ما فينا نتعاطى مع بعضنا على أساس الدين، ما بتزبط. في 3 مليار بوزي بالعالم، شو بنعمل فيهم؟ نحرقهم هودي مثلا؟ يعني شو إنه بوزي، يعني معلش بوزي مش معترف لا بالله ولا معترف بشيء. نعم إنه نعم أنا هذا شو بعمل فيه؟ يعني 3 مليار بحرقهم، يعني شو بدي أعمل فيهم يعني؟ أو شو ما كان دينه، صابئي، أباضي، درزي، مسيحي. بالتالي هذا الدين بده يكون على جنب. التعامل هو اللي بيحدد العلاقات وبيحدد الامور كيف بدها تمشي. نعم هيدي رؤيه للامور. اليوم ابو علي معك بحلقه ميلاديه، منه شيء مستغرب ابدا. نعم واللي مستغرب بيكون عنده هيك من جوا شيء له علاقه بالتعصب. بقول له شيل هذا التعصب من قلبك، لانه وصلنا لهون من ورا انت مسيحي وانا مسلم وانت درزي وانا شيعي وانت سني وانا ليك. وين صارت الامه العربيه كلها مش بس لبنان يعني. نعم لكن فعلا وصلنا، فعلا طلع فعلا بكل الخريطة عم ندبح بعضنا وين ما كان. فعلا للأسف. نعم ملحم، مشكلة. ترجم هيدي المحبة بالترتيلة، سمعني إياها مقطع صغير لو سمحت. هلا هلا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ماذا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. مملوءتان من مجدك يا الله.
صالة بالعلا بارك الآتي باسم الرب أوصانا بالعلا ارحمنا يا رب. أنا أول شيء الله قلتهم مثل الله الأسهم بالحلقة يعني على الآية. الله الله، ما بعرف شو بدي اقول لك. شكرا شكرا ملحم، زين عم خليك يا بترتل، رب. يعني ما بعرف شو بدي اقول لك انا، يعني وقشعر بدني هالقد تاثرت. مش مستغرب عليك شيء اصلا، انت حدا الله يخليني محب إياك. وانت خلينا نروح على الموضوع الاخر، موضوع الالبوم، بعيدا شوي عن الدين. قبل ما كمان انقل، لفتني امبارح خبر بنشره الاخبار، عبالي تعليقك عليه ملحم. الملاكم العالمي امير خان تعرض امبارح للتهديد لانه حط شجره عيد الميلاد ببيته يلي اعتبروه بعض المتشددين منافي للدين الإسلامي. انت بتحط شجرة ببيتك بتعيش الطقوس الميلادية؟ هلا صور لك. اكيد اكيد طبعا. ايه خبرني، بتحط ليك شجرة بتجيب يعني كادويات بتحطوها المتشددين يعني تحتهم؟ دائما 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 البيئه هي اللي بتفرض حالها. يعني مثلا نحن هون بلبنان بلد متعدد الطوائف، في كثير ببعضنا، المسلم بيتجوز مسيحيه، المسيحيه بتتجوز مسلم، نعم مضبوط ولا لا؟ صحيح بالبلاد الثانيه هيدي مش موجوده، تمام؟ صحيح وباي دين في تشدد، يعني وين ما كان في ناس متشددين ما بيتقبلوا اي شيء، تمام؟ بدهم اوعى واصحى وبدنا نعيش من 1500 سنه لورا. طيب بدك تعيش 1500 سنه لورا، ما تلبس ساعه وما تركب سياره، ما تدور التي في، وما تدور الغساله، وما تحط براد ببيتك تحط اكل فيه. ما هذا كله كمان اذا بدك تقيسي بهذا صحيح المقياس تبعهم صحيح هذا كله منافي. وابو الهول صنم والاهرام لازم تتكسر. طيب ما هودي هودي مزبوط كانوا بعصر الرسول عليه الصلاه والسلام، هودي كانوا بعصر محمد نفسه، ليش ما صحيح كسرهم؟ طيب انت يعني ليش ما كسرهم؟ هودي قبل محمد ب 2000 سنه، ليش ما كسرهم؟ نعم نعم تمام. بالتالي يعني امور، اول شيء هذا كله بيرجع لتاويل القران غلط. اذا بدك الدين الاسلامي عم تحكي، نعم نعم يعني بياخذوا المتشابه من القران وبياخذوا الامور اللي بتنسبهم وبيفسروا الايات مثل ما هن بدهم. وموجودين هودي يعني كثير، طلع بكل الاديان، طلع ناس متشددين بهذا الشكل مهددينه لهذا. بفهم يعني بهالظل التكفير اللي صاير صحيح للأسف داعش وبين بالعالم صحيح داعش وبين هذا هلا هن حاسين انه هذا عصر الذهبي هلا، انه هيدي حرام وهيدي حلال، والسيجاره حرام والفيسبوك حرام انت والسوشيال ميديا كده. اصلا مش اصحاب كتير، يعني قبل ما نقول حرام وحلال انت مش كتير اصحاب صح؟ لا والله مع السوشيال ميديا في عداوه مطلقه يعني. عم تجيب لنا صالحكم انت والسوشيال ميديا، مش ظابطه هيك قد ما انت عندك خبريات ممكن يعني يقعدوا عليها الفولورز ساعات يتسلوا يحضروا او يشوفوا، انت والله عم تحرمهم من هذا الموضوع. يمكن انا مقصر، انا ليكي صارت حاجه ضروريه هي السوشيال ميديا. بس ما بعرف، ما بحس حالي انه ممكن انا انه والله عندي انستا واتصور شو عم بعمل شو عم ساوي شو عم بحس. انت ما تصور غير انه انت عم بتغني، ما انت بدلك تغني ملحم بقى هيك مستفيد نحن بنحضر. نزلهم اغاني دائما. خلص اوكي. طب خليني اروح على موضوع ضلت حكي اللي لازم كانت تتصور مع سعيد المرووق وتاجلت، هل له علاقه الموضوع بام بي سي بالتحديد؟ لانه بتعرف نحن بظل الازمه اللي صايره بالسعوديه، هل التاخير يعني او علاقتك او عقدك معهم ممكن يتاثر بهذا الموضوع؟ لا لا ابدا ابدا، نعم بعتقد لا، في التزام كلي بكل شيء يعني. وفي ممكن اللي صار انه هلا هذا شيء بينه وبين، ما بدي فوت فيه بصراحة، نعم يعني شأن داخلي بخصهم. بس بتمنى الأمور تصير على خير وترجع، لأنه الام بي سي شركة كبيرة جدا وأكيد تأثرت محل معين باللي حصل، إنما بتوقع أنها ترجع من أول وجديد. وبعدها ماشي الام بي سي على كل حال، بس نعم الكليب يعني بين انه عم نضل مسافرين وبين انه الازمه اللي صايره اكيد اثنين سوا يعني. نعم. القضيه الفلسطينيه استفزتك، عبرت بعنك انت كنت عم تدعم المشتركه الفلسطينيه بذا فويس كيدز شيماء ابو لابد، بعتقد هيك عمرها 14 سنه، كانت عم تغني لك غاب الغالي، بس صحيح. من عن طريقه وجهت اذا بدنا نقول يعني تحيه لفلسطين، واعتبرت انه القرار اللي اخذه الرئيس الامريكي دونالد ترامب بنقل السفاره على القدس موضوع موضوع مرفوض، بس انت ولا مره غنيت بعد للقدس ملحم زين، نفكر بالموضوع شيء؟ بقول لك شغله، انا من الناس اللي شوي ماني، كيف بدي اقول لك يعني، ماني من الناس اللي بلقط الامور هيك بوقتها انه هيدي بوقتها هلا لازم انا اغني ولازم اعمل، مانيش هيك. انا بحس اول شيء القدس يعني بتعني لنا كلنا، هذا الشيء الجامع هالقد هي القدس. نعم
يعني مسلمين مهد المسيح ومعراج الرسول، يعني كثير كثير شيء له علاقه بالعقيده. تمام، لذلك اذا بتلاقي التصويت بالجمعيه العامه للامم المتحده كان مخيف، يعني من دول العالم كله. بقى انا اكيد الضم، انا لو دولي اكيد الضم صوتي ل كانوا صاروا 127 صوت معك ملحم زين. ايه انا ما بتردد لحظه، لانه في مظلوميه، نعم في شيء عم ينسرق سرقه ما بيصير. تمام، نعم يعني ما حنقبل وما حدا قبل، وانا بحيي صدقا بحيي كل الدول العربيه الحره اللي رفضت كل الضغوطات وصوتت بمحل معين، لانه الامور ما عادش تحمل. يعني اذا راحت القدس راح كل شيء معي. تمام، طيب أغنية انا وطنية بحييهم من الخليج للمغرب للبنان لسوريا لكل الدول اللي صوتت. نعم أغني للقدس. اذا اجاني هيك شيء، يعني اذا حسيت انه لازم اعمل شيء فعلا، والله بعمله بدون اي تردد. انا معروف عني، يعني الاشياء اللي انا عادي صحيح، ما بساوم ما عليها، بدك عزيمة على هيدي ما المواضيع بساوم مثلا. عليها ابدا. القدس بتعني لي جدا جدا جدا، وفلسطين بتعني لي، والفلسطينيين بيعنوا لي، واللي عم يصير عليهم من 60 سنة واكثر من 60 سنة. يعني مظلومية ما بعدها مظلومية، بس القدس وعد السماء ان شاء الله. القدس ربنا وعدنا انه ندخلها، حندخلها ايد بايد ان شاء الله، وحنكون فيها، حتكون لنا باذن الله. أنا وعدتك ورح أوفي بوعدي، رح أتركك تتمتع بماتش يخليك ريال عيش مدريد. باتريسيا، انت اعلاميه محترمه جدا وبترفع الراس، وبنشوف حالنا فيك ان شكرا شاء الله. ملحم، بتضلي بهالهمه وبتضلي الصراحه، لانه عنوان برنامج جدا مهم، كثير بحاجه للصراحه. نحن دائما الفنان بحب يفرجي الوجه الحلو جدا عنه، وعم يرشح غاب وعشوائي رح يضوي في راسه الفانوس. مظبوط كثير نحن بدع الكل يطلعوا من هال الانفصام بالشخصيه، اذا هالتخباية. بدك صحيح الانفصام بالشخصيه، ويعيشوا بشكل طبيعي، يعطي رايه باي شيء بيسال فيه، يعطي رايه. اذا عصب يعصب، واذا اذا 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 اغضبت فاغضب، هيك بيقول الامام علي عليه السلام، يقول اذا اغضبت فاغضب. صحيح يعني الانسان مش انه والله دائما انه هو الحاله النرجسيه اللي هو انه والله عشوائي رح يطوبوه او رح يعملوه ولي من اولياء الله. بدعي الكل للصراحه، بدعي الكل للمحبه اللي حكينا فيها بالحلقه، لانه ما في شيء دايم، نعم ما في شيء دايم، لا فن ولا اغاني ولا اسم ولا مجد، كله رايح بلحظه، كله بيروح ما بيضل شيء. آخر سؤال، رح تترشح للانتخابات النيابية المقبلة؟ كنت وعدتنا إنه إيه، أو كنت قايل لنا إنه يمكن، شو؟ لا لا، أنا سمعت إنه معين نازل هاي الانتخابات، ما بعرف اليوم امبارح سمعت هيك. معين أنا شريف. بدعم إذا معين مرشح، أنا بدعم ترشيح، لأنه معين من الناس الصريحة ومن الناس اللي بتعطي رأيها بلا خوف، وبدنا هيك أشخاص بالبرلمان تطلع تحكي للناس شو عم يصير بالكواليس وبالخبايا. نعم، شكرا لك رئيس الأغنية شكرا، اللبنانية ملحم أنا زين. بدي أحيي فيني كمان، بدي توصيل إياه من عندك وصل للفنانين. وصل، ورح أعيد لك إياه كمان عنا. بدي أقول لك طبعا جود لك طبعا، لريال مدريد، جود لك لراس حبيبي يا السنة للحفلتين ملحم زين. يا ما رب، عندي شك إنه حيكونوا سولد أوت أوريدي، ما بعرف إذا صاروا كمان، بس الله بكل يخليك، الأحوال أنت من النجوم يلي ينعاد نحن عليكم بنشوف حالنا فيهم. شكرا لك، الله باي باي. يخليك، ينعاد عليكم، باي باي.